سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الجديد إلى هذا الدرس الصحفي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يزيدنا علما وفهما وأن يقوم لسان شيخنا الذي يتولى هذه المادة إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه هي جلسة الثانية من دراسة علم الصرف. وقبل أن نواصل بدراسة هذا الفن، أريد أن أطمئن على ما قد سبقت دراسته أمس، وأترو على الحضور بعض الأسئلة حتى أطمئن على ما درسنا. الكتاب المقرر لدراسة هذه المادة، مادة الصرف، اسمه متن البناء. ذكرنا أمس اسما آخر لهذا الكتاب، من يذكره؟ متن ماذا؟ متن الأساس والبناء. صحيح. يهتم علم الصرف، علم النحو، يهتم علم النحو بدراسة أحوال أواخر الكلم. وماذا يهتم به علم الصرف؟ يهتم علم الصرف بدراسة ماذا؟ بدراسة أحوال أبنية الكلمة. صحيح. ما اسم أول من صنف في هذا الفن؟ معنى صنف على وجه الاستقلال. بكر بن محمد أبو عثمان المازي. بكر بن محمد أبو عثمان المازني. كيف كان علم النحو والصرف عند العلماء القدماء؟ نعم، يتكلم واحد منكم؟ نعم، من يتكلم؟ نعم، تفضل. نعم، كان هذان العلمان مجموعين. نعم، ولم يفرقوا بينهما عند المتقدمين. نعم، هناك كتاب ذكرناه أمس أن قيمته العلمية عند علماء اللغة كقيمة صحيح البخاري عند المحدثين. ما اسم هذا الكتاب؟ لا لا، أنت ما مصنفه؟ سيبوي. ما عمر سيبوي عندما توفي؟ ما عمره يعني سيبوي؟ ذكرنا ذلك أمس. نعم، أنت خطأ. عمره نعم نعم لم يتجاوز واحد. خطأ. نعم، 32. 32، 32. صحيح.
للعلماء في معرفة أوزان الأفعال أو أوزان الأسماء طريقتان ما هما للعلماء يعني الصرفيون لمعرفة أوزان أفعال أو أسماء طريقتان نعم السماع والقياس السماع والقياس ما معنى قول المصنف ستة منها للثلاثي المجرد ستة منها للثلاثي المجرد نعم نعم طب اذكر لنا ابواب الست التي كانت للفعل الثلاثي المجرد على الترتيب على ترتيب العلماء نعم الباب الاول فعل يفعل الباب الثاني فعل يفعل نعم صحيح الباب الثالث فعل يفعل صحيح الباب الرابع فعل يفعل صحيح الباب الخامس فعل يفعل خطا فعل لا فعل يفعل صحيح الباب السادس فعل فعل صحيح صحيح بأي ضابط نعرف الأفعال اللازمة بأي ضابط نعرف الأفعال اللازمة ذكرنا نعم خانتك عبارتك فصح نعم لا نعم إلى الفعل اللازم ثم ماذا نعم صحيح صحيح الشاذ إذا قال صرفيون أو إذا قال علماء اللغة هذا شاذ يقصد به أو يطلق على أمور ثلاث ما هي نعم 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 لا مخالفة القياس ما خالف القياس هو شاذ وما خالف القياس الصرفيين ما خالف السماع ما خالف السماع هو شاذ ما خالف ما يعينه جاره نعم أنت جاره ما خالف السماع والقياس نعم هذا يسمى مبدوء نعم هذه الأمور الثلاثة فيها ما تقبل وفيها ما ترد من يبين ذلك نعم الأولان المذكوران ما هما الأول منهما مخالفة السماع من القياس مخالفة السماع ما خالف السماع والثاني ما خالف قياس الصرفيين ما خالف القياس وما وهما مقبولان مقبولان الثالث الأخير ما خالف السماع والقياس معا وهذا مقبول نعم نعم بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ من دراستي الآن من يقرأ لنا؟
من باب الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب الرابع: فعل يفعل، موزونه علم يعلم، وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في المال ومفتوحا في المضارع، وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو علم زيد المسألة، ومثال اللازم نحو وجل زيد. قال المصنف رحمه الله: الباب الرابع. بعدما أخذنا ثلاثة أبواب من أبواب ست من ثلاثي عمل المجرد، بدأ المصنف أن يبين لنا الباب الرابع. قال: وهو فعل يفعل، وزنه فعل يفعل، موزونه علم يعلم، فعل يفعل علم يعلم، وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي، بمعنى يأتي عين فعله في الماضي مكسورا، ومفتوحا في المضارع، وكذلك يأتي عين الفعل مفتوحا في المضارع، وبناؤه أيضا للتعدية غالبا كما تعود المصنف ذكر ذلك، وقد يكون لازما، وقد يكون لازما بمعنى قد هنا بمعنى التقليل، بمعنى وياتي من هذا الوزن أفعال، وتأتي من هذا الوزن أفعال لازما، لكن هي قليلة. مثال المتعدي نحو علم زيد المسألة، علم زيد المسألة، ومثال اللازم نحو وجل زيد، وجل بمعنى خاف، وجل بمعنى خاف. نعم، إن أكثر أفعال هذا الباب غالب ما يكون في ذكر الصفات. العلماء قالوا هذا الباب معنى باب فعل يفعل، الباب الرابع يأتي غالبا في ذكر الصفات، غالبا في ذكر ماذا؟ صفات. مثاله عمل، العمل من صفات ماذا؟ من صفات الإنسان. عمل صفة، عمل يعمل، وكذلك وجل، وجل يوجل، فهم مضارعه يكون ماذا؟ يفهم. رحم مضارعه يكون ماذا؟ ير. وكذلك علم يا ماذا؟ يعلم. فرح يفرح، ضحك شهد، وكذلك أذن يأذن. هذه الصفات المذكورة كانت من يا من كان ما كان حسيا، ومن يا ما كان معنويا. عمل فهم، لا عمل علم ضحك شهد هذنا وجل فهم. من هذه الأفعال اذكر لنا من كان حسيا وما كان معنويا، من يذكره؟ فهم معنويا. لا تأتي بما كان معنويا أولا، ثم تأتي بما كان حسيا. معنوي واجلا، فهم معنوي، علم معنوي، عمل واجلا فهم،
علم فرح ضحك شهد عذنا هذا ماذا ذكرت عمل وجل فهم رحم علم فرح ضحك شهد وماذا عذنا نعم عمل معنوي او حسي وجل معنوي فهم معنوي رحم معنوي علم معنوي فرح معنوي حسي ضحك حسي ضحك شهد أذن أذن له نعم الإذن نعم حسي أو معنوي وياتي معنوي نعم حزن بحاو أو بالهمزة الإذن حسي لا يمكن أن تعدن الإنسان بطريقة حسية لا 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 ليس حا ليس بحا الإذن لذلك قلت الإذن حسي أو معنوي طيب هذه الأفعال على وزن فعل يفعل فعل يفعل وذكر العلماء أن هذا الباب يأتي ما يتعلق بالصفات ما يتعلق بالصفات الإنسان يأتي من هذا من هذا الوزن الباب الرابع نعم نواصل الباب الخامس فعل يفعل موزونه حسن يحسن وعلامته أن يكون عين فعله مضموما في الماضي والمضارع وبناؤه لا يكون إلا لازمة نحو حسن زيد الباب السادس الباب الخامس فعل يفعل فعل يفعل موزونه حسن يحسن وحلامته أن يكون عين فعله مدموما عين فعل هذا الوزن هذا الوزن أو موزون يكون ماذا مضموما في الماضي وفي المضارع بمعنى فعل يفعل حسن يحسن وبناؤه لا يكون إلا لازما معنى لا يأتي لا يأتي فعل في هذا الأوزان إلا لازما لذلك قال نحو حسن زيد حسن ماذا زيد نعم وذكر العلماء لماذا أتى هذا الباب متأخرا باب حسن باب فعل يفعل لماذا تقدمه أبواب وأتى هذا الباب متأخرا قالوا لأن هذا الباب في عينه أو عين فعله حركته ثقيلة وهو ماذا حركة هذا الباب ثقيلة وزنه فعل يفعل فعل ما عين فعل فعل في الوسط أو في الأول أو في الوسط يفعل في ماذا عين فعله وماذا وعين وهو مدموما ذكر العلماء أن هذا أن الحركات فيما كان
خفيف وفي ما كان ثقيلا وفي ما كان بين الثقل والخفة. قال والضمة عند علماء حركة ثقيلة والفتح عند العلماء حركة خفيفة والكسر بين الخفة وماذا والثقل. لذلك جاء هذا الباب متأخرا هذا أولا. ثم ذكر العلماء أن هذا الباب أفعاله أقل من الأفعال الأبواب المتقدمة. فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل. أوزان هذه الأبواب أو أفعال هذه الأبواب كثيرة. فعل يفعل أفعاله قليلة لذلك جاء متأخرا. وأفعال هذا الباب أقل من الأبواب المتقدمة قد ذكرنا ذلك. وهذا الباب يأتي منه ما يدل يجمل ضعف يضعف بعد يبعد قرب يقرب. لوبلوبو غبا ني فيلي تو ما وا ني وزنو ني awon fiili to je pe o kere ni to si n to kale iwa tolorun ba da mo ni awon nkan to je pe ko le ku lara onitorun. ثم قال العلماء ولا يوجد في لسان العرب فعل جاء على وزن فعل يفعل ولا يوجد في لسان العرب فعل جاء على وزن فعل ومضارعه يفعل أو مضارعه يفعل. ليس في لسان العرب من جاء ما جاء على هذا الوزن ولا وما سمع منهما وهو من تداخل اللغات. في بعض الأفعال سمع عند العرب خالف ما سبق أن درسناها. قالوا هذه الأفعال كثيرة ومنها كلمة فعل لابوبا 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 مضارعه يل ماذا يلبوبو لابوبا يل يلبوبو لابوبا يلبوبو. وكذلك هذا الفعل ياتي على وزن لابيبا وموان لابوبا يل بابو لابيبا يل بابو وموان لابوبا يلبوبو. لكن العلماء قالوا اتيان هذا الفعل على وزن لابيبا يل بابو مشهور عند العلماء. اتيان على وزن لابوبا يلبوبو مندرس نسي يوقو يسابالو امو وبي كياسا نعم يسابالو لو بيجا كي لوكو لوكو غباني تاو يبا بيري بيا فيلي لام با با won ni mudori o je yel babu la mero mi ma fi wa ro yi pe ma dire ni labu ba yel babu anfo anira fiili e ma wa ni labi ba yel babu ima ko to ba wa ni yel babu ke se ma dire ni labu ba e gbo mi ye ta ba ri fiili to je pe faula lo wa a wa ri pe mudori re je kini يفعل ججبي لابوبا ثم وان لابيبا نا بو سي وان يعني اوان مينو اوان افاني وان مان سو يبقى لابوبا ني
مضارع ان جاي البابو اما فامي تاكو وان قرارا يالبابو يان ما دير انا من جلابي لابي با انتو قال لك بتاباري كلمة يالبابو ما دير اجاكني لابي با نكيسي لابو با عافي لي اقو اكامو يواني كاكفي ما وصمي بعض العرب استخدم بعض الافعال في هذا الباب متعديا قد ذكر المصنف ان هذا الباب بناؤه لا يكون الا ماذا الا لازما وصمي من باب العرب بعض الافعال جاء على وزن هذا الباب وكان متعديا هذا بمثابة السماع منه كلمة رحبا رحبا كان نقول رحبتك الدار رحبتك الدار ما معنى رحبتك الدار إلين زكني أون زكني كيني توما اون ويكوم ري نعم اونكي كابو ناني يرو ياني وما نلو نينو دي لاربوا في لي رسيني كني فاولا اجي تي سو فون واي بي في لي تو با جاي بي متعديني تا با تي في دوميرو سغبري ا ما بي متعديني نغا تاني روحو باتيكا الدار ان ما بي متعديني يرو ياني على العرب يقولون ذلك وقالوا بان هذا الباب اتى منه بعض الافعال متعديه منه فعل رحبا فعل ماذا رحبا ومثال هذا الباب شرفا ضعفا جملا حسنا قربا بعدا شرفا كيف ياتي مضارعه ضعفا جملا حسنا قربا بعدا نعم واصل نعم واصل قال رحمه الله الباب السادس فعل يفعل موزونه حسب يحسن وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي والمضارع وبناؤه أيضا للتعدية الغالبة وقد يكون لازما مثال المتعدي نحو حسب زيد عمرا فاضلا ومثال اللازم نحو ورث زيد الباب السادس هذا هو الباب الأخير للفعل الثلاثي المجرد وزنه فعل يفعل وزنه ماذا فعل يفعل موزونه بمعنى ما يوافق وزنه من الافعال حسب يحسب وعلامته ان يكون عين فعله مكسورا في الماضي بمعنى فعل والمضارع يفعل وبناؤه ايضا للتعدية غالبا معنى ياتي هذا الباب غالبا متعديا وقد يكون لازما بمعنى ياتي احيانا لماذا بعض الافعال لازمه لكن هي قليلا مثال المتعدي نحو حاسب زيد امرا فاضلا حسب زيد أمرا فاضلا ومثال لازم نحو وارث زيد وهذا آخر أبواب الفعل الثلاثي المجرد وترتيبه متأخر أيضا لماذا؟ لكلة ورود الفعل في هذا الباب عند العرب لكلة ماذا؟ ورود الفعل في هذا الباب عند العرب
مثاله حسب وماذا ورث وثق نعم ورع حسب ما مضارعه يحسب نعم نعم وثق يثق نعم ورع ورع يرع بهذا نقول بأننا انتهينا من أبواب الفعل الثلاثي المجرد. الباب الأول هو ماذا؟ فعل يفعل. فعل يفعل. الباب الثاني فعل يفعل. باب إليك تانكا فعل يفعل. إليك يعني فعل يفعل. إليك فعل يفعل. إليك فا فعل يفعل. نعم أجواسي دون أوباين. علم باب الوجوان باب الرابع سمع يسمع باب الوجوان ضرب يضرب باب الثاني كتب باب الأول ذهب يذهب باب الثاني الباب الثاني ضعف يضعف باب الخامس باب الخامس قرأ يقرأ باب الثالث باب الثالث نعم عطش يعطش الباب الرابع الباب الرابع نعم نواصل لأجل الوقت. قال رحمه الله واثنى عشر بابا منها لما زال على الثلاثي وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي وهو ثلاثة أبواب. الباب الأول أفعل يفعل إفعالا موزونه أكرم يكرم إكراما وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو أكرم زيد عمرا ومثال اللازم نحو أصبح الرجل. قال رحمه الله الباب الثالث. قال المصنف رحمه الله واثنى عشر بابا منها لما زاد على ثلاثي وهو ثلاثة أنواع. لن يوصل إفن وما يتعلق بالفعل الثلاثي المجرد. بدأ المصنف أن يبين لنا ما يسمى بالفعل الثلاثي المزيد. لم يتعطي من تنقني الفيل الثلاثي المجرد وفي السلائف هو الفيل الثلاثي المزيد. وقال واثنى عشر بابا منها إنك باب مقالة أبي مجلاني باب مجلاهم بفن لما زاد على ثلاثي فن كتج مزيد ثلاثي باب مجلان بفون نتعلم كوني كوني مزيد ثلاثي وهو ثلاثة أنواع. وهذا الباب ثلاثة أنواع. ثم قال النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على ثلاثي وهو ثلاثة أبواب. الأول من هذا النوع قال وهو ما زيد فيه حرف واحد على قول نوع المزيد الثلاثي أناني مزيد بحرف واحد على ثلاثي المجرد.
مزيد بحرف ماذا؟ بحرف واحد على ثلاثي المجرد، وهو ثلاثة ماذا؟ أبواب. ninu nkan ti atun wa gboro kiyesi ni bi eleyi ni pe wa dal babu aido yulamu bis sama yulamu bi mada bis sama wa laysa kullu fi'lin yaslu li ziyada kiyesi gbogbo fi'li to ba ti wa ni mujarradu na lo le mu to ba wo ko so di mazidu bo se wo o yulamu dhalika bi mada bis sama كيف يمكن أن يكون دورا بانيسي هم لا نزيد فيه كما شئنا أقول كي يسي إذا كان مزيدني عمل دعا الأربعة إذا كان مزيد أقول موالا تدعا قال المصنف رحمه الله الباب الأول نعم الباب الأول أفعل يفعل إفعالا موزونه أكرم يكرم إكراما وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وبناؤه للتعدية الغالبة وقد يكون لازما مثال المتعدي نحو أكرم زيد عمرا ومثال اللازم نحو أصبح الرجل الباب الأول من فعل المزيد بحرف واحد على ثلاثي المجرد وزنه أفعل ماضيه أفعل مضارعه يفعل ومصدره إفعالا أفعل يفعل إفعالا هذا الوزن رأينا فيه فاء وعين واللام وزيد فيه أي حرف؟ على همزة وعروف الزيادة عند العلماء ماذا؟ سألتمونيها عددها عشرة سألتمونيها أفعل زيد زيد في ماذا؟ أمزة أو ألف؟ لا نقول ألف الهمزة نعم لماذا لا نقول ألف؟ لأن الهمزة أيضا حرف وهناك ألف. لأن الهمزة أيضا من أحرف الزيادة. نعم. لأن الهمزة أيضا من ماذا؟ لأن الألف من حروف الزيادة. ألف يختلف عن الهمزة. نعم. وهما من حروف الزيادة. نعم. موزونه أكرم يكرم إكراما وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الهمزة في ماذا؟ في أوله وهو أفعل زيد في أوله ماذا؟ همزة وبناؤه لتعدية غالبا وهذا الباب يأتي أفعاله غالبا متعديا وقد يكون معنى وقد ياتي قليلا قد هنا تقليل وقد يكون لازما ثم قال مثال المتعدي من هذا الوزن نحو ماذا أكرم زيد أمرا أكرم زيد أمرا ومثال اللازم نحو أصبح الرجل انتبه لأمر ما هو أن المصنف ذكر في هذا الباب المصدر ذكر في هذا الباب المصدر قال أفعل يفعل إفعالا ولم يذكر المصدر فيما سبق من الأبواب لماذا؟ لأمرين اثنين الأول من هذين أمرين إن الفعل الثلاثي المجرد إن الفعل الثلاثي المجرد مصادره فيه اختلاف مصادر الأفعال الثلاثي
فيه اختلاف بين الصرفيين، منهم من قال أن مصادر هذه الأبواب سماعيا، منهم من قال أنه معنى مصدر الفعل الثلاثي المجرد يكون سماعي، يكون ماذا؟ سماعي. ومنهم من قال يكون قياسا. هذا هو أمر الأول، أبواب، إن أبواب هذا الفعل معنى أبواب الفعل الثلاثي المجرد فعل فعل يفعل. ثم قال وسبب الثاني من الصرفيين من قال بأن مصادر أفعال هذا الباب قياسيا كابن مالك. السبب الثاني منهم من قال بأن مصادر هذه الأبواب قياسيا. إنما كي أعوان كان بينو أعواني صرف تاني باب يني مصادر منجة قياسي بامي اسم منجة سمايني بامي أعوان كان بينو صحيح كي مصادر باب يني قياسي نكالو منجة كيب ابن مالك إن يلو فاتي بابا يوفي داقو kon ada ko pa eleyi la da ko leela ni da ko tori ti won ba lawo da ko kan ninu e ni aroyopo tira isi ni tira to je tira pile te yen o fi ka sorfu ni nkan to fa ti won fi da ko re ninu tira yi ni wa babu ziya mazidi bi arfin wahid masadiruhu mundabitatun masadiruhu laysa fi ikhtilaf مصادر الفعل المزيد بحرف واحد على ثلاثي المجرد مصادره ماذا؟ منضبطة. لذلك ذكر المصنف أفعل يفعل إفعالا، أفعل يفعل إفعالا. ومن معاني هذا الباب معنى من معاني أفعل يفعل إفعالا كني تمتي باب إمام موى نينو أمان تمتي إمام موى وناني التعدية إيا جالو فعل اللازم متعدية إذا كان الفعل لازما وإذا جاء من هذا الوزن يكون ماذا متعديا كان نقول مثلا جالس جا جالس وإذا جاء من هذا الوزن يكون ماذا أجلس نقول مثلا أجلست زيدا أجلست من زيدا بعد أن كان جالس لازما صار ماذا متعديا بزيادة ماذا لأنه جاء على وزن أفعل جاء على وزن ماذا أفعل هذا هو المعنى الأول لهذا الوزن المعنى الثاني لهذا الوزن الصيرورة أن يصير شيء شيئا آخر قبل أن لم يكن ذلك صيرورة أن يتغير شيء من حال إلى حال مثال ذلك أورق الشجر أورق الشجر بمعنى صار ذا ورق صار الشجر ذا ماذا ذا ورق هذا ما يسمى ماذا الصيرورة بالصاد أورق الشجر أي صار ذا ورق
وثالث من معاني هذا الباب دخول في الزمان، دخول في الزمان أو المكان، دخول في الزمان أو المكان. بالمثال يتدي نحو أصبح زيد أي دخل عليه الصباح، أو أعرق زيد من دخل العراق. دخول في الزمان أو مكان. مثال الأول أصبح زيد بمعنى ماذا؟ دخل عليه الصباح. سيد ذكني ألون قدر أكو ديارو لاي عربا لاي إليك جميكني أعرق زيد دخل زيد العراق. معنى الدخول في الزمان أو ماذا؟ أو مكان. إنتما كنوا عوان إتما تي واسنوا عفو على مموة أتي سميتا على كوكوني كني التعادية إليك جيني إليك تا نعم. قال المصنف نعم. أحسن الله إليكم. الباب الثاني فعل يفعل تفعيلا، موزونه فرح يفرح تفريحا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين من جنس عين فعله، وبناؤه للتكثير غالبا، وهو قد يكون في الفعل نحو طوف زيد الكعبة، وقد يكون في الفاعل نحو موت الإبل، وقد يكون في المفعول نحو غلق زيد الأبواب. الباب الثاني من باب المزيد بحرف واحد على ثلاثي المجرد. فعل ومضارعه يفعل ومصدره تفعيلا، موزونه فرح فرح يفرح تفريحا، من ما يوافق وزنه من الأفعال فرح يفرح تفريحا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، أن يكون ماذا؟ ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد، بزيادة حرف واحد بين الفاء، من بين فاء الفعل وعين الفعل من جنس عين فعله. ما وزنه؟ فعل فعل. والمجرد من هذا الوزن فعل، أليس كذلك؟ فعل. ثم عين فعله ضعف التاء صار عين عينين، لذلك قال لنا من جنس عين فعله. وبناؤه للتكثير غالبا، بمعنى هذا الباب يفيد ماذا؟ التكثير. بناؤه بمعنى كني ماذا يفيد هذا الباب؟ كني تمتم موى للتكثير غالبا. لقلق وقباني وزن تباواني باب يني أمان تما تكثير بين كان يسأل لقلق. وهو قد يكون في الفعل، والتكثير قد يكون في ماذا؟ في الفعل. ناو طوف زيد الكعبة، طوف زيد الكعبة، زيد الكعبة، ثم طوف. إن ما كان زيد وركريكا كعبة لقب لقب، إن ما كان يركريكا يلوسكني ولقب. وقد يكون في الفاعل، وكذلك يكون تكون هذه الكسرة في ماذا؟ في الفاعل.
نحو ماذا؟ موت الإبل. موت الإبل. أكلوا لقوا كلوا كلوا لقوا لقوا. أمانكم كم ده كمان كم يتوقع لقوا. ها؟ كيف يكلوا لقوا؟ أمانكم كم من نجني؟ أمانتم أكوني هذا كني نوران كم لقوا؟ لذلك قال وقال يكون في الفاعل. والفاعل في الجملة موت الإبل ماذا؟ الإبل. وقال يكون في المفعول وكذلك تكون الكسرة في ماذا؟ في المفعول أيضا نحو ماذا؟ غلق زيد الأبواب. غلق من؟ زيد. الكسرة هنا في ماذا؟ في الأبواب. إنما كل لكم تزيد تيني لكم يلو جل لكم تقوى كيسي لكم يوكان كيسي ميجي كيسي ميتا. لابد أن ننتبه لماذا كره المصنف معنى الكثرة قد يكون في الفعل وقد يكون في الفاعل وقد يكون في المفعول. ومن معاني هذا الباب ذكر لنا التكثير ومن معاني أيضا التعدية نحو ماذا؟ فرحت زيدا. فرحت زيدا بمعنى جعلت زيدا يفرح. جعلته أن يفرح بعد أن كان ماذا؟ وجعلته فريحا. نعم هذا هو معنى التعدية. والثاني من معاني هذا الباب السيرورة. والثاني نعم والثالث السيرورة نحو ماذا؟ حجر الطين. حجر ماذا؟ الطين يعني صار طين حجرا بمعنى تحول الطين إلى ماذا؟ إلى حجر. تحول الطين إلى ماذا؟ إلى حجر. الثالث من معاني الرابع من معاني هذا الباب النسبة نحو فسق زيد الكاذب. فسق زيد الكاذب وكذلك بدع السني حزبيا. ماذا هذا النشاط في التبديع؟ قال فسق من زيد الكاذبة. النسبة فسق من زيد من الكاذبة. نسب زيد الفاسق إلى ماذا؟ الكاذب. نسب زيد إلى ماذا؟ إلى الفسق. وكذلك بدع سني حزبيا نسبه إلى البدعة. نسبه إلى ماذا؟ إلى البدعة. نعم واصل. أحسن الله إليكم. الباب الثالث فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفعالا. موزونه قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقتالا. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الألف بين الفاء والعين. وبناؤه للمشاركة بين الاثنين غالبا وقد يكون للواحد. مثال المشاركة بين الاثنين نحو قاتل زيد عمرا. ومثال الواحد نحو قاتلهم الله. نعم الباب الثالث من ماذا؟ من مزيد بحرف واحد على ماذا؟ على ثلاثي المجرد. ذكر لنا المصنف أن أنواع هذا الباب ذكر لنا كم نوعا؟
ثلاثة. بمعنى هذا الباب هو نوع الأخير. قال فاعل يفاعل مصدره مفاعلة وكذلك ياتي مصدره على وزن فعلا وفي ماذا وفعلا. معنى مصادر هذا الباب ثلاثة ذكر لنا المصنف منها ماذا ثلاثة قياسيا مفاعلة فعلا فعلا. موزونه قاتل يقاتل مقاتلة قتالا وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة ألف بين الفاء والعين بزيادة الألف بين فاء الفعل وماذا وعين الفعل. وبناؤه للمشاركة ما يفيده هذا الباب بين الاثنين غالبا المشاركة بين الاثنين غالبا وقد يكون للواحد. مثال المشاركة بين الاثنين نحو قاتل زيد عمرا قاتل من قاتل زيد عمرا. ومثال الواحد نحو قاتلهم الله انتبه لأمر مما ذكر المصنف في هذا الباب. قال وبناؤه للمشاركة وذكر لنا للمشاركة قاتل زيد أمرا بمعنى من الذي بدأ بالقتال من زيد أو أمر زيد لأنه هو المتقدم قاتل زيد ها قاتل زيد وقابله امر بالقتال قاتل من زيد وقابله من امر بماذا نعم بالقتال بمعنى بدا زيد يقاتل من امر وقابله امر بماذا بالقتال. ومن معاني هذا الباب المشاركة ومن معاني أيضا مطلق الفعل نحو قاتلهم الله ونحو سافر زيد سافر زيد مطلق الفعل قاتلهم الله وكذلك سافر من زيد. انتهينا من هذا الباب باب ماذا لا 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 المزيد بحرف واحد على ثلاثي المجرد المزيد بحرف واحد على ثلاثي المجرد كم وزن له الأول الثاني فعل يفعل تفعيلا الثالث فعل يفعل مفاعلة أو فعالا أو فعالا. مدار مصادر هذا الباب ما مداره؟ لا إما سماعية وإما قياسيا نعم نعم. لذلك ذكر لنا المصنف مصادر لكل ماذا لكل باب من هذه الأبواب نعم. قال المصنف نعم أو أقوى تسيب قوات أتباري باب يا ماي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. آمين آمين. ما هو طالب يكلفه؟ نعم. طالب يشرب كلفه. هو طالب. طالب ولعين. كتير. ما هو من نسخة. بيولين. لا بقى أنا أبنت. سامي يا بني. آه بس ما. طالب العلم يفرح إذا رأى من يعلمه وينسى الطعام والشراب كما نسيتموهما. لو أشبعكم لمتم شبعوا ولم يشبعوا. عمل بدون هيا تشكو وتبكي. أفادنا إفادة تامة فجزاك الله كل خير. لو أنفقنا جميع أموالنا له والله ما بلغ نصف ما قدم قدم ولا مد ولا مد. جزاك الله كل خير. إذا هذا الإنسان في بلاده فليجده بمراسل شكره أبدا ومنعه من فلاسل شكره أبدا وكل جعل الله هذا في ميزان حسناته يوم لا يرفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا تعبان جدا تعبان جدا وما عندني تعبان جدا إن شاء الله تعالى واصل العمل قبل غد وغدا إن شاء الله تعالى واصل الدروس إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا الإخلاص في الطلب وفي الإلقاء وفي التعليم والتدريس إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله. الآن الطعام. الطعام.